سامي شحال الوقت وصل المكناس؟ المكناس غدا ان شاء الله يوصل غدا. يجيك بخير حكيم، دير التوصيله كذا ان شاء الله. مصطفى فولكي ما نقدرش نقول لك ايه لا، ولكن على حساب الوقت مع راه كتكون عندنا حتى الخدمه الاخرى. دابا الخدمه ديال الله مبالا جي اللي كتشد لنا كاع الوقت بزاف. سيبيا اخويا المهم نصح ما فهمتش التعليق تاعك. سي بي الا سولتي على الثمن، الثمن تاع عمص النقيه 80 درهم الكيلو. رشيد باع عليه. قرا الحسين اجي سلم لي. ها هو قرا التعليق تاعك مباشره. خويا رشيد تحياتي ليك. اوكي خويا عبد الله يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله خويا عبد عبد اللطيف وعدي تحيه حكيم توصل الرباط اذا كان ممكن. عبد اللطيف ذا هاد الزفات تاع السيمانه اللي فات درنا الرباط، ما عرفتش امتى نديرو ان شاء الله نوبه اخرى. حلو فدا هو الوحش جبد رجليه من الفار. السلام عليكم. السلام خويا رشيد. السلام اخويا حكيم ابراهيم الدغمي ايطاليا، تحياتي لك ابراهيم الدغمي. سلخها حيد ليها الجلده. حيد ليها الجلده. الجلده اللي كتكال. خلي شي وحده لا في كاينه كاينه المرينه كاينه المرينه 15 درهم البياسه. نخليك واحد الجهه ونخلي واحد الجهه. انت ديرها، انت الاهم دير شي تصواب اللي ما عمرك درتي. هذا الشيء الاهم، ماشي يعني ما ديرش تصواب العادي. الجدع شحال داير عبد الله؟ 65 درهم الكيلو. وقت الوصول الى مكناس غدا ان شاء الله خويا سامي السكات غدا. ابراهيم الطغمي تحياتي لك ابراهيم الطغمي. اعطيك عينك حكيم تحياتي. تحياتي لك خويا هشام سيسكو. خويا حكيم سلم الحسيمه وبلا خويا رشيد باع عليها وقرا وانيت عبدو ان شاء الله. خويا حكيم الله يحفظك الله يسر امورك. كاملين اخويا عبدو. دابا الكرتونه كتكون ما متقوباش داكشي علاش، ولا كلاص كيدوب كذا ديال السنور كتكال. خويا محمد هو الا سولتي كل شيء يقول لك يعني الا سولتي كل شيء يقول لك كتكال، ولكن انا كرأي شخصي من الاحسن تفادى يعني الكبده ديال السنور والكبده ديال لالوط اللي انا نفسي صدقت كليتها وقلت لكم كلها صدقت حتى هي من الاحسن تفاديها هي والقلب ديال التوم، هي والقلب وتا الكبده ديال التوم. الدري خويا حكيم سلم لي كاملين وبالله خويا عبدو الدري عندك ترافات خويا سلم لي يعني كاملين. الله يحفظك خويا رشيد. نبيل قمرون السيبيا قمرون الغليظ 95 درهم الكيلو غادي البو عرق يعني ماشي بحال قلتي نسبه البو عرق واحد نسبه 80% هكاك يعني غادي البو عرق. والسيبيا منقيه 80 درهم الكيلو وما منقياش ما كايناش ولكن باعنا اخر مره ب 60 درهم البارح. السلام عليكم. ولكن واش كاين في السوق واحد النوع ديال بحال القمرون سميتو المهم كيستعملوه في القهاوي؟ خويا عبد الرحيم نصر الدين تحيه اولا تحياتي لك اخويا عبد الرحيم نصر الدين وشكرا على البارطاجي ما تحياتي لك. قلت لك كاين كاين قمرون وكاينه الميمه وكاينه القريبه واحد الماركه تيقول ليها القريبه وكاين عاود ثاني واحد جوج ماركات مازال ما عندهمش كاع السميات ما حتى السميه بالفرنسي نفس السميه ديال الميمه اللي تيقولوا لهم ساك مع الساكي ولا ما عقلش عليها. المهم المهم كاين كاينين انواع كاين علاشان من كندير الفيديوهات ندير الفيديو ديال القمرون ولكن ما درتوش عندكم الفيديو ديال القمرون واحد الفيديو ديال اخر اللي مازال ما درتهمش علاش حيت انواع موجودين كاينين ما بين العيون ما بين العيون طانطان وداك الشيء واحد الوقيته تعطلوا عليا وما لقيتوش داك الشيء علاش ما درتوش ولكن كاينين. وبالنسبه للميمه الميمه هي راه معروفه وغنيه على التعريف راه كيديروها في البيتزا بزاف. مازال المهم كاين وكاين عاوتاني واحد النوع اخر كاين كثار كاين شحال واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة كاين شي سبعة أنواع ديال القمرون اللي عندنا في المغرب. كنقول اللي عندنا في المغرب يعني خارج المغرب راه كاين أكثر يعني اللي داخل يعني المناطق الساحلية ديال المغرب كاين تقريبا شي سبعة. الريس جبن على السيبيا شي 60 كيلو جديدة. خويا عبد الرحيم ما السيبيا كاينة كنجيبو داكشي اللي كنبيعوه هنا ولكن ما عرفتش نقول ما الله ما عرفتش نقول لك جديده مشكل ديال الترونسبور مازال كنا دايرين جديده هي هانيه. المهم اخويا عبد الرحيم نصر الدين المهم قمرون سميتو المهم كيستعملوا المهم كاين شي سبعه انواع اللي كاينين قمرون والميمه وقمرون والميمه والقريبه وكاين واحد النوع اخرين ما شو ما الا هزيتي يده واحد ما يعرف سميتو.
هذاك النوع الاخرين ديال القمرون، حتى واحد ما عندوش سميه كاع بالعربيه، غير حتى هو تيقولوا ليه القريبه بعض المرات، حين تيلقوا القريبه حتى هي فيها جوج ماركات، كاين واحد اللون بالغوز بزاف واحد اللون احمر شويه. رقيه منصوري سامعكم واش ديال السلام يسلمك رقيه المنصوري، واك تسول عليك رقيه المنصوري على عبدي. المهم يسول فيك الخير اختي رقيه بحالك. يصاوب الحل شويه بلال، بلال كيتفرجوا فينا الشناوا يضحكوا علينا، حنا نشوفوهم ياكلوا الحناشو نضحكوا عليهم هما وحنا كناكلوا هذا القرد. ما كاينش لا خويا عبد الرحيم ما كاينش. طنجه والو طنجه والو ما توصلهاش. ابو دران الغربي جاوب صاحبي مراتين بيجي وهذيك البياسه اللي كاينه قلت لك فيها شي 800 غرام اخو محمد. ياسين تحياتي لك خويا ياسين. هذا اخويا حكيم مكناس كاين اخويا عدنان كاين مكناس. السلام السلام خويا احمد هنكمل على التعليق. ابو جمعه السلام عليكم الله يسخر عليك. امين اخو ابو جمعه تحياتي لك المرينه مليح ابو جمعه. مو ابلاغ الله يبارك سودك. ابلاغ سميتو بالفرنسي لاموشتي على ما كنظن. والمهم هو راه بحال قلنا من الفصيله ديال الدرعي راه الجبده ديال المرينه هي اللي زوينه. هي نجيب ثلاث تحياتي لك نجيب ثلاث. هي راه انا قلت لي حيد الجلده راه الحسين ديالها كنضحكوا من اللور ما كنبانوش هذاك الشيء علاش حنتي المهم ما كتحيدش ليها الجلده. بخير ابو رشيد كلشي بخير الحمد لله كلشي هو هذاك الله يلا بخير الحمد لله ابو رشيد كلشي مزيان هو هذاك الحمد لله. الله الا كنت بيت كنيت بلاتي نسالي نسولك نيت على شي حاجه اخرى رشيد نقي واعر ابو محمد محمد حكيم علاش المرينه فيها وسيع قبيل الوزن خويا ياسين. دابا المرينه على حسب اغلب الناس دابا معروفه شائعه القضيه ديال الفريتير يعني الفريتير كتكون صغيره شويه باش ما كانت صغيره راه مزيانه القضيه معروفه باش ولا غليظه كتكون رخيصه من غير الا كانت قليله غليظه راه كتغلى. سلام خويا حكيم تحياتي لك تحياتي لك خويا المهدي. ها هي الفريتير ما باقيش خالد انا راه الشقفه ديال السيبيا خويا خالد كون قلتها لي قبل ودي نجمعهم لك بحال هاد السيبيا اللي جدا بامس كنصيبوها حنا في مرسى هاكا المحلول ولكن غنحبو نجمعو. الصمد تحياتي لك خويا الصمد تحياتي لك. الصمد المعاش تحياتي لك. وكنظن كملت التعاليق من غير اللي ما كتطلعش اللي ما طلعش ليا التعليق تاعو كنتاسف حاولت نقرا التعليق كاملين كيطلع ليا يشاهد كيطلعوا شي التعليق كاملين. سلام خويا عليكم السلام خويا عبد الرزاق. ادريس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام خويا ادريس خويا حكيم واش ما كاينش يصلقني ترى سامي هاد الساعه مازال خويا سامي. كمال باسامال بشحال ما كايناش اليوم اخويا كمال رجاوي باسامال اليوم ما كايناش. مهدي السلام حكيم تحياتي تحياتي لك اخويا المهدي. وهادو هما التعاليق اللي كاينين كاملين. صباح النور خويا حكيم جمعة مباركة خويا عبد اللطيف عبد اللطيف تحياتي تحياتي لك خويا ادريس. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام خويا سيمو. هذا العام الغلاء في الأسماك إلياس آدم إيه نتفق معاك 100% كاين الغلاء هذا العام كاين الغلاء هذا العام يعني نتفق معاك هذا العام كاين الغلاء ماشي بحال السنين اللي قبل مازال كان رخا شوية. الله يسخر امين اخويا شنيدر قادير وتحياتي لكم وشكرا الناس كي تفاعلوا معنا وشكرا الناس كي بارطاجيو وشكرا الناس كي تشجعونا وتحياتي لكم. السلام عليكم.